وطن منحازون للحقيقة. موجز الأنباء من تلفزيون وطن، أهلا بكم. خلصت طواقم الإسعاف شابين مصابين من أيدي جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على مدخل البيرة الشمالي، وذلك خلال قمع الاحتلال لمسيرة غاضبة انطلقت من جامعة بيرزيت باتجاه حاجز بيت إيل، استنكارا لاقتحام الجامعة واعتقال رئيس مجلس طلبتها. أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلاس أن هناك تصاعدا في وتيرة الاستيطان والاعتداءات من قبل المستوطنين بحق الأهالي والممتلكات والأراضي في محافظة نابلس منذ مطلع العام الجاري. وقال دغلاس إنه منذ مطلع العام استشهد 3 مواطنين في المحافظة خلال تصديهم لهجوم المستوطنين. طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والتحرك من أجل حماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح طلبة المعتقلين ومعاقبة سلطة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي. أطلق الأطفال الفلسطينيين اللاجئين طائرات ورقية وبالونات علقوا عليها أمنياتهم بحياة أفضل. جاء ذلك خلال فعالية إقليمية نظمتها وكالة الأونروا عشية مؤتمر المانحين الطارئ الذي سيعقد في روما بهدف مناقشة أزمة الأونروا. نختم الموجز مع حالة الطقس. يكون الجو غدا الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ولمزيد من المعلومات والتقارير الإخبارية زوروا موقعنا الإلكتروني وطن دوت تي في. نهاية الموجز، إلى اللقاء. وطن منحازون للحقيقة.